بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اخر موضوع اكلمكم فيه بنعمه ربنا من سفر الجامعه بعنوان، جاء في الجامعه كلمه اسمها الحكيم عيناه في راسه. الحكيم عيناه في راسه معناها برضو بالبلدي الاول انه واحد مصحصح وعينيه في راسه، عينيه في راسه يعني واخد باله بيحط رجله فين وهيعمل ايه وما يعملش ايه وماشي على فين. والجاهل طبعا بقية الكلام في سفر الجامعة ماشي في الضلمة، مش عارف هو ماشي رايح فين ولا هيحصل ايه بعد شوية، لان عينيه مش في راسه. المعنى ده جميل ليه؟ لانه كل اسفار الحكمة، اسفار الحكمة دي سفر الامثال، سفر النشيد، سفر ايوب، سفر الجامعة، سفر حكمة سليمان، سفر يشوع بن سيراخ، كل دول اسمهم الحكمة، ساعات يتحط معاهم المزامير. الأسفار دي كلها الكيورد بتاعها الحكيم والجاهل. يعني إيه أكتر كلمة تقريبا أو فكرة؟ الحكيم يعمل كده، الجاهل يعمل كده. يعني الأسفار دي مبنية على فكرة المقارنة بين العاقل والمجنون، بس العاقل والمجنون في لغة الكتاب مش اي كيو خالص، ولا معلومات ولا ثقافة. الحكيم هتلاقوه دايما بمعنى الروحاني اللي عارف ربنا، والجاهل دايما بمعنى البعيد عن ربنا. عشان تبقوا برضو فاهمين لما تقروا كل الكتب دي، كلمة الحكيم مش مقصود بيها الذكي، لا الذكاء ده موهبة، ولا المثقف برضه اسمه ثقافة دي ظروف، إنما الحكيم مقصود بيه بتاع ربنا، ده الحكيم، والجاهل مقصود بيه البعيد عن ربنا. فالحكيم عينيه في راسه معناها ببساطة، إذا كنت إنسان حكيم بتعرف ربنا كويس لازم تفتح عينك كويس على حاجات كتير أوي، منها مثلا فتح عينك عشان تشوف ربنا بيعمل إيه. بص شوف ربنا بيعمل إيه، فعلا ربنا بيعمل حاجات حلوة كتير قوي الجاهل ما بيشوفهاش، بس الحكيم بيشوفها. فلو انت حكيم كل يوم هتقول انا خدت بالي النهاردة ربنا عمل كده، بعت لي الكلمة دي مخصوص، فلان قابلني في الوقت ده، المفاجأة دي كانت في وقتها، هو بيشتغل ربنا. مين اللي يشوفها؟ الحكيم. الجاهل ما يشوفهاش. الحكيم يشوف الغلط يجري، يقول برضو في الأمثال الحكيم يرى الشر فيتوارى. يعني في واحد جاي يستفزك على طول انت تاخد موقف، موقف صلاة، يا رب اديني حكمة، يا رب علمني الصبر، ليه؟ واضح ان في ايه، غضبة جاية، في خناقة داخلين عليه. فالحكيم يرى الشر عينيه في رأسه فيتوارى، الجاهل يتصلف فيسقط. يتصلف يعني ياخدها كده في وشه كده، انا جدع يعني، طب ياخد على دماغه. فمعناه الحكيم عينيه في راسه يعني دايما alert، دايما مصحصح، دايما مركز، عارف ربنا بيشتغل وعاوز يشوف ايد ربنا بتعمل ايه، وعارف ربنا بيتكلم عاوز يسمع صوت ربنا، وعارف ان في دروس كل يوم ممكن ياخدها ويتعلمها، كل ده هيشوفه بعينه. وفي نفس الوقت عارف ان الشيطان شغال والحفر كتير قوي، الحفر كتير قوي، كل يوم في حفرة، في غضبة، في إدانة، في تليفون يقدر، في قرار خطر، في حاجات كتيرة. فالحكيم عينه في رأسه. لأن أنا بفكر أعملها سلسلة، خدنا منها موضوعين في المؤتمرات اللي فاتوا، لأني تصورت أنه كل مسيحي لابد أن يكون حكيم، وطلعت 10 أشغال جم في الكتاب المسيحي المفروض يتعلم منهم حاجة. مش فاكر، مش عارف أقول لكم العشر. يعني المسيحي طبيب، والمسيحي تاجر لقالق، دي الحاجات اللي قالها الكتاب. المسيحي صياد لما قال لبطرس خليك صياد ناس، والمسيحي راعي لأن ربنا يسوع قال لنا تعالوا اشتغلوا معايا في الرعي، والمسيحي زارع فلاح هنشوفها المرة دي، والمسيح لو المسيحي مدرس أو معلم، لأن المسيح كان معلم وبيقول لنا علموا ولادكم وعلموا اللي جاي. ففي حوالي 10، والمسيح محامي لأن يحامي عن الغلابة ويحامي عن المظلومين، في 10 أشغال، والمسيح جندي عسكري اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح. فيعني في سلسلة كده صلوا لي أعملها
عن المسيح مثل كذا، بس كلها تحت عنوان الحكيم عينه في رأسه. أي واحد ناجح في شغلته لازم عينيه تبقى في رأسه، فاهمين؟ يعني الدكتور الشاطر عينيه في رأسه، المهندس الشاطر عينيه في رأسه، الفلاح الشاطر عينيه في رأسه، الصياد الشاطر عينيه في رأسه، فاهمين الفكرة؟ وبالتالي هي تنطبق على كل أنواع التخصصات، إنما احنا ناخدها من زاوية روحية. النهاردة هنتصور أن أنا وإنتم فلاحين وعاوزين إيه؟ تبقى عينينا في رأسنا، عاوزين نطلع فلاحين شاطرين، لأنه من أشهر أمثلة الحياة الروحية موضوع الزرع. كتير قوي في الكتاب الفكرة دي، عهد قديم وعهد جديد، يقول لك مثلا كأشجار مغروسين في بيت الرب، أو مثل شجرة مغروسة على مجاري المياه، أو خرج الزارع ليزرع، أو يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع حنطة، أو حاجات كتيرة قوي عن موضوع الزرع، بالذات لأنه البيئة اللي طلع فيها العهد القديم، إن كان العهد القديم ولغاية زمن المسيح، الحضارة زمان كانت كلها إيه؟ زراعية. يعني مثلا النهاردة حضارة صناعية أو تكنولوجية أو كلام زي كده، الكلام ده جديد. فكل أمثلة زمان وتشبيهات زمان من واقع البيئة من قبل المسيح لغاية وقت المسيح، أسهل تشبيهات هي من الأرض، لأن الناس كلها فاهمة في الزرع. النهاردة بعض التشبيهات دي بتبقى صعبة علينا إحنا، لأن إحنا مش عايشين الجو ده، إنما بالنسبة لهم ده كلام سهل قوي بالنسبة للفلاحين، عارف يعني إيه كيلا ملبدا فائضا مهزوزا، كلام بتاع امبارح ده، وعارفين يعني ايه حنطة، ويعني ايه زوان، ويعني ايه مخازن، ويعني ايه رفشه في يده وينقي بيضره. مرة قعدت اشرحها فطلع لي واحد كده صعيدي قال لي لا مؤاخذة انت مش فاهم حاجة. قلت له كتر خيرك، كنت عاوز اسمعك. قال لي تعال اعلمك بقى، احنا اللي فاهمين يعني ايه رفشه في يده وينقي بيضره ويجمع التبن مش عارف ايه. قال لي الرفشة انت وصفتها غلط. قلت له انا على قد تخيلاتي. فمقصود يعني ان فكرة حياتنا الروحية زي الزرع دي موضوع مهم قوي، وعشان كده هقول لكم تدريب نبتدي بيه. كل ما تلاقي زرعة حاول تستعيد المعاني الروحية دي. احنا طول يعني بنشوف ورد وبنشوف زرع واخضر وبنشوف اشجار، خلي على طول في بالك المعنى، لانه الشجرة دي بتقول لك حاجة. الشجرة دي عشان تقف في الشارع كده دي غالبا بقالها 30 سنة، فالموضوع بيمشي ببطء، والشجرة دي أصلها بذرة. تصور الشجرة العظيمة دي كلها كانت بذرة، فالموضوع يبتدي صغير ويكبر. كل دي حاجات شرحها المسيح، فبسهولة وانت بتتعامل مع الطبيعة تقدر تطلع كنوز الكتاب المقدس حتى من الطبيعة. عشان كده ربنا كان كتير يتكلم عن الزرع والخضرة والحاجات. تعالوا نعيش بقى الحكيم عيناه في رأسه في مجال الفلاحة والزراعة والحرث والكلام. نبدأ بمثل خرج الزارع. اسمعوا، هو ده الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، فجاءت طيور السماء وأكلته، وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر في الشوك فطلع الشوك وخنأه فلم يعطي ثمرا، وسقط آخر في الأرض الجيدة فأعطى ثمرا يصعد وينمو، فأتى واحد ب30 وآخر 60 وآخر 100. ثم قال له من لا أذنان للسمع فليسمع. طول عمرنا نسمع المثل ده وناخده على نفسنا، وده أحلى حاجة. وعلى فكرة عندنا حدين في السنة، يمكن اللي مواظبين على القداس عارفين كده، فيهم إنجيل الزارع. ليه؟ لأن ده كان موسم الزراعة في مصر زمان، فالكنيسة القبطية حطت، أصل القداس الحد ده ما كانش فلاح يغيب عنه زمان، كان ده القداس الأساس. يعني من 100 سنة ما كانش فيه قداس سبت وأربع وثلاث وكلام زي كده، هو الحد، إحنا بتوع الحد، فكل البلد تحضر قداس الحد. فإيه الوعظة؟ في موسم الزرع يدوهم مثل الزارع على مرتين، عشان الفلاح وهو بيزرع يفتكر حياته الروحية، فاهمين الفكرة؟ فحدين ولا بعض، لدرجة احنا الوعاظ بتوع القداسات كنا نحتاس، هقول ايه الحد ده وهقول ايه الحد اللي بعده، ما نفس الانجيل، فاهمين الفكرة؟ يعني يبقى الواحد لازم يقول حاجة جديدة، لان الموجودين هم هم والنص هو هو.
فما ينفعش كل تقول كنفس الوعظة مرتين على حدين. انما النهارده انا مش هاخدها بقى انت انهي نوع من الارض، انا النهارده هاخدها الحكيم عيناه في راسه، انت الفلاح، انت اللي هتزرع، هعتبركم كلكم خدام وكلكم عاوزين تزرعوا زي المسيح. بدل هنزرع زي المسيح يبقى لازم تفهم في نوع الارض. يعني ايه تفهم في نوع الارض؟ الحكيم عينيه في راسه، وانت بتخدم عينك بتلقط الجدع ده مدقات. ايه مدقات؟ اللي هي ايه؟ الطريق. تعرفين اللي يروح في الفلاحين يلاقي بين المزرعة دي والمزرعة دي في مدق، المدق ده حصى وبتاع وما تمشي عليه، الناس تمشي هنا عشان ما تدوس على الزرع. المدقات دي ممكن تلاقي فيها شوية أعشاب طالعة كده، لكن دي ما تطلعش زرع زرع. ليه؟ لأن طول النهار الناس ماشية عليها، والعصافير تيجي تاخد البذرة لأنها مسفلتة، فالبذرة مش هتدخل لجوه، تلقط البذرة وتطير. فالطريق اللي هو المدقات المداس ده، ده مش بتاع زرع. فأنت كحكيم بتميز، بتقول فلان ده يسمع مهما يسمع إنما مداس، يعني أي حاجة تيجي، والكلمة مسافة ما اتقالت تطير، وتيجي العصفورة تاخدها وتجري. في شخصيات كده. بس أنت كفلاح عاوز تطلع بزرع، عاوز تعالج الأرض، فاهمين الفكرة؟ تصور أنت معايا فلاح وقلت لك أنت الفدان ده اشتغل فيه، فلقيت إنه متقسم زمان وفي مدقات كتير، تعمل ايه؟ تجري في المدقات دي وتشيلها عشان تبقى ارض طريه تنبت زي غير. انا بقول الكلام ده ليه؟ الحكيم عينيه في راسه. احيانا نكتشف في بعض الشخصيات، انا بكلم خدام بقى ومش عاوزين نقع في ايدينا، ان الشخصيه دي تسمع فقط لكن ما عندهاش ادنى استعداد تعمل ولا حاجه، انما على قد السمع نسمع، فالبذر بيقع نسمع بس، لا يفكر في الكلام ولا ينفعل بيه ولا يعمل بيه حاجة. ما هو لو مشي التسلسل ده طلع زرع، مش كده؟ لكن هو على قد السمع بس. بصراحة ساعات النوع ده يكون عاوز شدة. ليه؟ لأنه كده مش هيزرع عمره، عاوز كلمتين في عظمه، يعني عاوز يتجرف، يعني يتتشال الحتة دي عشان يزرع، وعمره ما هيزرع كده، عشان ما تبقاش الحتة دي مداس الناس تدوس عليه، اي حد يقول اي حاجة هو بيستقبل، في واحد يسمع الوعظة بعدين يتفرج على الفيلم وبعدين يقعد يجيب سيرة الناس وبعدين يقول نكت وبعدين يسمع وعظة الله الشغلانة دي، ما انت ليك في ربنا يا بتاع الدنيا، انما تمشي كله ماشي كده ما ينفعش، تبقى مش ارض زراعية اساسا، البذور لو وقعت زي قلته. النوع الثاني مثلا، انا بس بشرح لكم فكره لكن هرجع للحكيم تاني، النوع بتاع الحجر، الفلاح الناصح يلاقي في حته كده الارض شكلها اخضر او طينه يعني من بره، البذره طلعت انما مسافه كام سنتي ودبلت، الفلاح الواعي يقول لك الارض دي مش كويس، ليه؟ في حجاره من تحت، يحفر كده بالفاس يخبط يلاقي حاجة صلبة تحت، حجر تحت، فلأن الطينة قد كده يدوب النبتة عملت الجدر في الحتة دي وطلعت بالصقل فوق، إنما مش قادرة تدخل لتحت، عشان كده التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع ليس له أصل، أصل يعني جدر غويط مش قادر يغوط، يدي منظر في الأول إنما ما يطولش، وأول ما تطلع الشمس الشديدة يدبل يتحرق لأنه مش قادر يسحب مية. في ناس كده، أنت كحكيم بتلاحظ إنه فلان ده قلبه من جوه شوية حجر، يعني إيه؟ يعني يسمع ويتأثر بس في حدود حاسبها كويس. شوفوا زكا لما تأثر، نص فلوسي يا رب والنص التاني أصلح موقفي. في واحد يتأثر يسمع وعظ عن الوعطاء يقول طب نبقى نفكر في موضوع العشور، اخرك كل الكلام ده وده اللي طلع في الاخر، نبقى نفكر في العشور
وبعدين هي نبتة محدودة بس مفيش جدر غويط، مش عاوز يجط، مش عاوز يدخل لتحت، مش عاوز يعمق، هو مش عاوز يغوط، هو عاوز يحافظ على منظر معين انه متدين نبات، انما مش مستعد يكمل الشوط لاخره بقى والجدر ينزل ويعمل ثمر وكده. ده نوع من الناس. في نوع ثالث، نوع كويس قوي الثالث ده، ده نفسه فعلا، وده اغلبنا على فكرة، ما تزعلوش من التهمة دي. النوع الثالث ده أشهر نوع موجود دلوقتي. كلنا نفسنا بصراحة نبقى كويسين، كلنا نفسنا نتغير، كلنا نفسنا الوعظ يحوق فينا ونثمر، نبقى محبة وفرح وسلام وطول أنا وصلاة. فمن ناحية الرغبة كويسين، أرض كويسة، ما فيش القلب الحجر وما فيش الليميتيشنز الفظيعة دي إن أنا هسمع بحساب لا كفاية على كده، لا مفيش الحاجات. انما في ايه بقى؟ في المشغوليه، مشغوليه فظيعه بقى، فمخنا مش فينا، فتسمع وتتاثر وتنوي، ايوه كلام حلو، يا سلام هعمل، وتهم كده وتشتغل، وبعدين تتخنق. التعبير اللي استخدمه المسيح يقول لك الكلمه اتخنقت. ليه؟ الشوك يعمل كده، الشوك هو المشغوليه، الشوك لانه جدره اغوط، المشغوليات واخدة من دماغنا أكتر، فالجدر أغوط، فيسرق المية كلها، يلاقي النبات مع أن الأرض جيدة مش طايل نقطة مية. ليه؟ طاقتك كلها مبتلعة في الشغل والعيال والناس والبتاع، مع أنك رغبتك حلوة وقلبك طيب ونفسك تبقى قديس وعاوز ترضي ربنا، ومفيش رفض جواك، مفيش الحجر، لا مفيش، بس النتيجة للأسف هي ولا ثمر. انا دلوقتي بتكلم نقيم نفسنا، لكن كمان واحنا بنخدم الناس بتفهم ان مشكلة فلان مشغوليته، فلان ده مشكلته هو من جواه مش عاوز، فلان مشكلته انه عاوز يتجمل بس، عاوز المنظر بس، مش ناوي يغوط، مش مستعد يغوط، وكل حالة غير التانية. في علاجها الارض الجيده بقى اللي يلقطها الفلاح دي اللي ما فيهاش ولا عيب من الثلاثه، البذره تنزل، تتغرس، تغوط، الجدر يشق، ما فيش حجر، في شوك ما فيش شوك، يسحب ميه، الساق يكبر، الميه تنزل، الجدر يسحب، الساق يطول شويه، الثمر طلع. عشان كده يقول يثمرون بالصبر، تعبير اللي استخدمه المسيح، هتطلع بالصبر في الاخر، لكن هيحصل ثمر لان المعطلات اللي فاتت مش موجوده. الحكيم عينيه في راسه، لو انت فلاح بقى زي دول ترمي البذر فين؟ على الارض الجيده. لكن من رحمه ربنا انه بيرمي البذر على الكل، الكلمه بتروح لكل الناس عشان ما حدش يقول له ما خدتش فرصتي. ولو احنا فلاحين بقى مع ربنا عاوزين كل الاراضي دي تتصلح وتبقى ارض جيده، شغلتك مع المحجر تشيل الحجر، وشغلتك مع المشغول تشيل الشوك، وشغلتك مع المدقات تخليهم يبطلوا سطحية، تقوم الناس دي كلها تبقى أرض جيدة، فما تيأسش من نوع الأرض. لكن لما تيجي تختار خادم، لما تختار واحد بقى إيه يشتغل مع ربنا، تختار من أنهي نوع؟ أرض جيدة بقى. فهمت الفكرة؟ الحكيم عينيه في رأسه. ربنا يسوع فلاح حكيم، يلف يلقط متى قاعد على مكان الجبايه، بس فاحص القلوب شايفه ارض جيده، وشايف ان متى ما جاتلوش الفرصه لكن ارض جيده، يرمي البذره وياخده اتبعني، والارض الجيده يعمل له حفله ويلم العشرين ويبقى قديس متى بعد كده. ليه؟ ده يجي منه. في واحد تاني الشاب الغني يرمي له كلمتين، إنما يقول مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. شوك بزنس، أموال كثيرة هنا بمعنى ورايا 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 ورايا، فاللي بيقوله ده مش ماشي معايا، مع إن الكلام حلو ونفسي أعمله بس مشغول. ما خدش ليه الشاب الغني تلميذ؟ مش هينفع، ما يجيش منه،
دلوقتي على الأقل ما يجيش منه. فالحكيم عيناه في رأسه. احنا مش غرضنا نقيم الناس، غرضنا نخدم الناس، نصلح الناس، نصلح نفسنا الأول ونصلح الناس. وبعدين الحكيم عيناه في رأسه، حتى الأرض الجيدة مش كلها زي بعض. يعني ايه؟ في واحد أخره كده 30، يعني ايه؟ في واحد إمكانياته محدودة، اللي هو فيه ده أحسن ما يمكن كده، 10/10 بالنسبة لربنا، مع انه لا بيوعظ ولا بيخدم خدمة كبيرة، بس هو على قد وزناته وإمكانياته وشخصيته وظروفه، الحقيقة اللي هو فيه ده نجاح. بس بالنسبة للمية مش نجاح، ما هو بيتقاس على المية، بيتقاس على نفسه. فمين زي مثل الوزنات، 5 جاب 5، 2 جاب 2، 1 ما جابش حاجة. فاتنين جاب اتنين ده مش فاشل، ده جاب 10/10. فهنا حتة التلاتين، انت عينيك في راسك، ده يجي منه اكتر ولا ده كده ما يجيش منه اكتر؟ ده كده كويس اوي، ما ينفعش يخدم خدمة اكتر من كده، مش قدها مسؤولية، ما ينفعش. انتوا في التوظيف بتعملوا كده، يعني الفكرة دي انتوا كرجال اعمال او مديرين او ناس ليكوا خبرات في الحياة، تلاحظ انك انت بتفكر في كده، العامل ده ما يجيش منه اكتر من كده، خلاص على قد كده كويس، بتقبله. ده يجي منه تفضل وتفرك وراه، لان ده يطلع 100، فعاوز يتقدم وعاوز يعرف اكتر. يبقى الحكيم عينيه في راسه، يعرف نوع ويعرف كمان النوع الكويس الليفلز بتاعته ايه، والانتاج يطلع منه شكله ايه. مبدأ تاني، الحكيم اغلى ما عنده، الفلاح الحكيم اغلى ما عنده حاجة اسمها البذرة، راس مال الفلاح البذرة. الناس كلها اللي مش فلاحين زي حالتنا، البذرة قد كده ملهاش قيمة، الفلاح يبص للبذرة دي ثروته، لان دي لما تتغرس في الارض وتنبت هتطلع محصول، والمحصول هو ده مصدر غناء. فالحكيم عينيه في راسه، يعني يعرف قيمة البذرة. والبذرة في فكر الاباء ليها معنيين يا جماعة. المعنى الاولاني المشهور كلمة ربنا، ده المسيح قال كده، قال البذرة هي كلمتي. كل آية في الكتاب بذرة. فإذا كنت حكيم عينيك في راسك، ما تفوتش آية، تبقى حاسس إن كل آية ممكن تغير بني آدم وممكن تغيرك أنت، فتبقى مش عاوز تنط من آية لآية، مش عاوز تنط من آية لآية. واحد من القديسين مش فاكر، يوحنا الشيخ الروحاني أظن أو حد كده، يقول في وقت ببقى مش عارف أطلع من الآية للآية اللي بعدها، هو بيتكلم عن عشقه للإنجيل، يقعد في الآية أسبوع مش عارف يطلع، مش عارف يقرأ اللي بعدها من كتر ما الآية دي يعني زنقته وشغلاه. فهنا لو أنت أدركت قد إيه الإنجيل ده بيعمل معجزات، هتبقى فعلا محب لكلمة ربنا وغني، وعارف إن كل بذرة هتطلع شجرة، وكل آية ممكن تعمل شغل كتير قوي. لأن خلي بالك، الآية البذرة تعمل شجرة، الشجرة تطلع محصول، المحصول يعمل بذر، مش كده؟ فيمكن بعد كذا سنة البذرة الواحدة جابت أشجار مش شجرة واحدة. هتقول لي إزاي؟ هي البذرة كبرها شجرة؟ لا، ده في الأول، إنما الشجرة لما تطلع ثمر والثمر يبتدي يطلع البذور اللي فيه، ما هي كل حاجة بتطلع من جواه. يعني أديكم مثلا، كان عندنا واحد اسمه برنابة، قديس برنابة، فلاح شاطر جدا، حكيم، ملوش في الوعظ. سفر الأعمال قال كده، قال لما كان يمشي مع بولس كان بولس متقدما في الكلام، يعني اللي يأكل الكلام بولس، يأكل القعدة، مع أن برنابة أكبر سنا وأقدم في الرسولية، بس ما بيزعلش، ما يفرقش معاه، إنما حكيم عينيه في راسه. في وقت كل الناس قالت شاول الطرسوسي ده بعيد عنه، طب ده اتعمد وبقى مسيح، قال هيجيب لنا الكلام، لانه يهودي متعصب وفريسي ابن فريسي وبتاع، فلو دخلناه وسطينا زي لو واحد كده النهارده دخل يعني كان من بره، تلاقي ناس كده تتفاداه، تقول لك ده هيجيب لنا الكلام. فشاول عدى على المرحله دي في الاول، ما حدش راضي يستخدمه في الخدمه، وهو جواه حامي. او مين بقى؟ برنابا سافر له مخصوص وقال له تيجي تخدم معاه. قال انا ما حدش عاوزني، دمشق هربوني، اورشليم رفضوني،
انا بحب ربنا يسوع ومقتنع بيه ومذاكر عهد قديم. قال له لا تعال اشتغل معاه. هذا الفلاح الفصيح الحكيم اللي عينيه في راسه، شوفوا جاب بولس وشوفوا بولس جاب قد ايه بعد كده. ده حكيم عيناه في راسه، حكيم عينيه في راسه. يعني انا سمعت قصه ما كنتش اعرفها، الله ينيح نفسهم الاثنين، الدكتور راغب عبد النور وابونا بشوي كامل. دكتور راغب ده كان استاذنا في مصر الجديده في ماري جرجس، راح فتره في اسكندريه اظن في الاربعينات ولا الخمسينات، منتدى بحاجه زي كده. وبعدين في اجتماع شباب لقى شاب كده وديع واقف على الجنب في حاله، يحضر يصلي ويمشي، لا يعرفش حد لانه كان من دمنهور ومتغرب في اسكندريه. مرتين ثلاثة والدكتور رغيب يبص له شكله، تعالى اسمك ايه؟ سامي. ما تيجي تخدم معانا يا فلان، ده ابونا بشوكة اللي كان ممكن يطير من ايدينا لو واحد عينيه مش في راسه زي الدكتور رغب. فمين اللي انا عاوز اقوله؟ لقط كده، لا ده حلو ده. اذا اللي حكيم عيناه في راسه، ازاي تتوسم في اللي قصادك المستقبل الحلم. بولس كان بيلف في بلد لقى شاب اسمه تيموساوس، ما حدش لسه يعرفه بس بيقولوا متعمد، امه مؤمنه مسيحيه يعني، ابوه لسه وثني، انما فضل عين عليه شويه. قال له تيجي تخدم معايا يا ابني؟ قال له قوي، هتلف يا ابني، هتسيب بيت والدتك وتلف معايا؟ قال له لف معاك بس انا مش مختتن، عندي أزمة. أنا ما كنتش يهودي لأن أبويا مرضاش إن أنا أتختن لأن أبويا وثني. قال له أنا هختنك عشان بس لما أدخل بيك مجامع يهودية تلف معايا. وكان تيموساوس الشاب الصغير ده بقى أسقف بعد كده، بقى قديس عظيم، اتلقط كده في بلد من البلاد. الحكيم عيناه في رأسه. إحنا بقى عنينا كلها إدانة وكلها نقد وكلها شكوى وتذمر، فين العين اللي تلقط؟ لأن اللي بيلقط ده للأجيال بعد كده. مثل ثالث، بطرك، وكانوا زمان البطاركة يعني مش مسحومين، ربنا يدي الصحة لسيدنا، إنما كانوا الظهر الدنيا هادية عندهم. بطرك نمرة 19 بابا ألكسندروس، فالظهر قاعد كده في المطرانية أو الكنيسة وشايف عيال بيلعبوا في اسكندرية على الرملة، ولقى ولد بيقلد معمودية ولا كأنه قسيس قديم، بيلعبوا لعبة بيعمدوا بعض زي لعب البحر كده، بس التاني ايه فنان وهو بيعمد. تعال يا ابني اسمك ايه؟ اسمي أثناس. انت متعمد؟ لا، أثناس ما كانش متعمد. قال له طب انا عاوز اقابل ماما. روح هات ماما. جاب ماما. ممكن تسيبهولي؟ طبعا يا سيدنا وماله. بس وكان، وده أثناسيوس الحكيم عيناه في رأسه، قال له لا ده انت ابني انا بقى، خليك معايا انا، بكرة هتعمد بجد، مش هتبقى لعبة الحكاية. ليه؟ لانه لقط حاجة. احنا بنضيع فرص كتير قوي ساعات، تبقى في ولادنا يا جماعة، يبقى ابنك فيه حتة حلوة قوي بس انت عينك مش في رأسك، فضيعت الفرصة دي، كان ممكن يطلع منه حاجة كبيرة قوي، موهبة، وزنة، بس انت عينيك مش في رأسك. البذور، ارجع تاني اقول البذور هي الآيات. لو انت حاسس بقيمة كل آية هتبقى فرحان بيها قوي وعاوز تشتري بيها، تكسب بيها، تثمر بيها. كمان البذور معناها الناس. ليه؟ شوفوا التعبير اللي استخدمه بولس، قال ايه؟ أنا غرست وأبولو السقى. قبلها كان بيقول أنتم فلاحة الله، يبقى قال أنتم فلاحة الله، يعني أنتم البذور، أنتم شغلنا. في ناس تبص لبعض كده ولا تعتبر لقيمة حد، إنما الخادم يبص لكل شخص يعتبره ثروة، لأنه ده دي البذرة اللي لو اتزرعت صح هتعمل شجرة، والشجرة لو كبرت هتطلع بذور، والبذور هتجيب بذور، مش كده؟ هو الملكوت بيمشي كده. ربنا يسوع الحكيم كله بقى عينيه في راسه، ابتدى ببذرة مضروبة سامرية، بذرة محدش بيبص عليها،
وخد وقته معاه كذا ساعة يحكي، وحتى التلاميذ بصوا له ايه اللي انت بتعمله ده، ضيع وقتك مع واحدة ست سامرية طلعت سمعتها وحشة كمان. هو عارف بيعمل ايه، السامرية جابت البلد كلها، الحكيم عيناه في رأسه. لو بصيت للناس ان كل شخص بذرة ممكن يطلع منها كتير قوي بكرة، هتحترم كل الناس، الجاهل والكبير والصغير. نقطة تانية يقول ايه، قال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعه، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجابه وقال له: يا سيد اترك هذه السنة أيضا حتى أنقب حوله وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطع. أحد أمثلة الزراعة اللي في الكتاب. هنا في كذا معنى مهم. هدف أي فلاح إيه؟ مش إن يحط البذر، ولا إنه يسقي، ولا إن الشجرة تطلع، ولا الحكاية تخضر، الهدف ثمر. مش هيفرح، مش هيهيص غير لما يبقى فيه البرتقانة كده مستوية، كده يبقى خلصنا شغل، كده يبقى عملنا المطلوب. قبل كده ايه شجرة برتقان ما بتطرحش برتقان، ايه قيمتها؟ فاهمين ازاي؟ ايه شجرة تين ما فيهاش تين، ما يطلعنت. فالفلاح الناصح وهو بيشتغل، اذا كنت انا فلاح ناصح، انا مش ناصح، بس اذا كنت فلاح ناصح ما يهمنيش تحضروا وتواظبوا، بس عاوز اشوفه فيكم ايه ثمر، الاقي الواحد فيكم بقى قلبه اوسع من الاول، بقى عنده سلام اكتر من الاول، بقى بيحب ربنا اكتر من الاول. انما كونه بيحضر لا، ورق اخضر لكن مفيش ثمر، بيحضر. فاللي يخدعه العدد واللي يخدعه الحضور الحقيقه يعني مش في راسه، لانه انت فلاح فرحان بالخضره بس، وفين الثمر؟ فين المحصول؟ وقد تستحق اللعنة الحكاية. فيبقى وانت بتربي ولادك مش مهم كمان شوية التزامات وخلاص، انا يهمني الالتزامات وصلتهم لايه. ومع نفسك بتعمل كده، مش كفاية تصلي اجبية وتقرأ الانجيل كل يوم وتتناول كل اسبوع وتحضر اجتماع وتخدم، كل ده حلو، النتيجة ايه؟ المحبة زادت ولا لسه؟ هو ده اللي بتدور عليه، محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، وداعة، إيمان. لو اكتفيت بشوية الكلام اللي أنا قلته في الأول الحقيقة ما عملش حاجة، حكيم عينيه مش في راسه خالص. آتي أطلب ثمرا ولا أجد، يوم ما يجي المسيح يقول لك ها هات لي الثمر، تقول له صليت كتير، يقول لك بقول لك الثمر صمت. أيوة الثمر فين؟ النتيجة فين؟ عاوزين نتيجة، النتيجة يعني تغيير. قلبك في ايه؟ عقلك في ايه دلوقتي؟ شكلك اختلف ولا لسه؟ ادي الثمر. وبالتالي التغيير ده انت عارفين دي كام مراحل، الساق يطلع وبعدين يخضر وبعد الورق يطلع، دي مراحل، كل المراحل دي مهمة، لكن تفضل اهم مرحلة هي التغيير الاخير، الشجرة المثمرة اللي عارفين بعد الثمر على طول في خطوة الايه؟ البذرة تاني ونعيد الدور. فاهمين؟ يعني الثمرة الحقيقية أن يتحول الإنسان إلى خادم. يعني عاوز تعرف ثمرة يعني إيه بجد؟ أن يبقى عايش كل دماغه في الخدمة، شغله الشاغل يجيب ناس لربنا، كده يبقى الثمر مظبوط. دخلنا في المرحلة الأخيرة، طول ما الواحد لسه مشغول على روحه ومش مركز في خلاص الناس يبقى لسه الثمر. إنما إمتى الثمرة تبقى استوت؟ خلاص لما هتاخد منها بذرة، يعني إيه؟ يعني هتولد جديد، خلاص هتجيب ناس. فإحنا ما استويناش لأن لسه خلاص الناس مش شغلنا. السوى بتاعنا إنك تبقى فعلا كل اللي في قلبك نفسي أجيب لك الدنيا كلها يا رب، نفسي أخضر لك الدنيا كلها، كده تبقى ثمرة استوت، كده آتي أطلب ثمرة، يبقى ربنا عينه على دي. كان أنبا موسى له مقولة مشهورة يقول إيه، الخادم الشاطر يجيب البعيد يخليه يقرب، والخاطي يتوب، والتائب يعمله خادم، والخادم يعمله قديس، والقديس يخليه شهيد. يعني شغال شغال شغال،
ما بيقفش عند اي مرحله، البعيد خالص يقربه، والقريب ده لسه ما تابش يتوبه، والتائب خليه يخدم، واللي بيخدم يزقه لغايه ما يبقى قديس، والقديس حبذا لو بقى شهيد كمان يبقى يعني. يبقى الحكايه الحكيم عينيه في راسه. ربنا يسوع له المجد له بصه غريبه قوي، لانه حكيم زمانه طبعا، حكيم عينيه في راسه، فقال مره كلمه ما حدش بصوا له كده، انت بتقول ايه؟ قال لهم، شوف التعبير ده معلش، ارفعوا اعينكم وانظروا. هم فرفعوا عينيهم مش شايفين حاجه، كانوا في الهو يعني، كان البير بتاع السامره وشويه خاله كده وشويه خضره وفي شويه ناس جايه من بعيد كده، كانت السامريه دخلت بقى وايه قعدت تقلب الدنيا. قال لهم انتوا باصين شايفين ايه؟ قال لهم مش شايفين حاجه. قال لهم العتب على النظر، ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول ابيضت للحصاد، يعني الناس مستنيه اللي يقش، الناس على زقه. دي نظره الحكيم، الحكيم باصص كده بصه مختلفه خالص، الناس بالنسبه له عباره عن حقول ابيضت للحصاد، ناس عاوزه تحصد يعني. وفعلا كده العالم كله عباره عن حقول مبيضه للحصاد. مبيضه ده كان تعبير زراعي يبان قوي في بلادنا، لما كنا نزرع قطن زمان كتير في بلادنا، يجي موسم القطن تلاقي الخضره بقت بيضه، يعني الحكايه بيضت، فاهمين الفكره؟ فالتعبير ده قريب لمجتمعنا، لكن هي مقصود بيها اخضرت او يعني جابت خلاص الثمر، فمع الثمر خلاص بقى نقش بقى المنجل بقى يشتغل. ففي ناس كتيرة مستوية على زقة، في قلوب كتيرة بتدور على ربنا، كل الناس تعبانة مستنية تلاقي ربنا يسندها، فبس ربنا بيدور على اللي يشتغل معاه. هل انت عندك النظرة دي؟ الحكيم عيناه في رأسه. تجي لك مشكلة من قرايبك لغاية عندك، اتنين متخانقين مع بعض، ولا واحد متخانق مع مراته، ولا واحد مش عارف عليه مشكلة كبيرة، انت بتبص ان المشكلة دي فرصة يقرب من ربنا، ولا بتفكر زي غيرك نحلها ازاي؟ نحلها ازاي ده ايه؟ دي فرصة، فرصة لأول مرة يصلي من قلبه، فرصة يروح يعترف ويتناول، عمره ما كان بيدخل كنيسة. الحقول بيضت للحصاد، الحكيم عينيه في راسه. تحصل أزمة ومرض وحادثة ومشاكل وبتاع لناس بعيدة عن ربنا، وانت في العيلة أو قريب أو صديق، فرصتك، الحكيم عينيه في راسه ما يضيعش فرصة زي كده، يقول كلمة ربنا بقى ده وقتها. يقول الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا. يعني إيه؟ في كل مرحلة تشتغل هتفرح، اللي بيرمي كلمة ربنا بيفرح، واللي بيشوف نتائج كلمة ربنا بيفرح طبعا، اللي بيشتغل مع ربنا في أي مرحلة بيفرح. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، كل ده كلام للحصادين أو المزارعين، إنك أنت بتشتغل مع ربنا فبتفرح بربنا. أكتر واحد يفرح الفلاح اللي تعب لما يجي موسم الحصاد، كانوا زمان يعملوا حفلات ورقص واضحة قوي في سفر رعوس، اللي يقرأ سفر رعوس لأنه كان مجتمع زراعي، كانوا عاملين حفلة كبيرة قوي في موسم الحصاد، وساعتها بوعز اتقدم لرعوس وكملت الحكاية، ويهيصوا ويرقصوا، وكانت شغلانة كبيرة قوي. لغاية قريب كانت بلادنا فيها حتة زي كده، موسم الحصاد ده هو العيد بجد، وهو العيد في السماء كده، العيد في السماء، ان نفس كانت بعيدة رجعت، وان واحد كان غضوب بقى وديع، وواحد كان بيكره بقى بيحب، ما هو ده العيد اللي في السماء، هو الحصاد ايه غير كده. قال لهم ان الحصاد كتير ولكن الفعل قليلون. ربنا دايما عنده ازمة فعل، عنده دايما عجز في اللي يشتغلوا معاه، نقص، شورتج، عندنا نقص في اللي يشتغلوا. والفعلة دول مش محتاجين تمرين، انتوا عارفين اللي كانوا يحصدوا دول مش محتاجين تمرين، يعني الموضوع بسيط. اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى الحصاد. الحكيم عينيه في راسه. معلش، رسائل للخدام. في مثل تاني حكاه ربنا يسوع
يفكرنا بحكاية عينيك في راسك دي. ألف مرة يشبه ملكوت السموات، واحد زرع حنطة، جي واحد بالليل عدو زرع ايه؟ زوان. لو انت حكيم عينيك في راسك، انت عمال تربي عيالك وتقول مبادئ حلوة، جي صديق لابنك ابتدى يحط زوان، عينيك في راسك ولا هيضيع ابنك؟ عينيك في راسك طبعا. بالليل في الضلمة وانت نايم في زوان بيتزرع في بيتك وفي شغلك وبينك وبين مراتك ومع اصحابك خاسب، اسهر، ركز، ما تسيبش الزوان يتزرع. يبقى الحكيم عينيه في راسه بقدر الامكان خايف على زرعه، خايف على بيته، خايف على نفسه، خايف على خدمته، لان عارف ان في انسان عدو عاوز يغيظه. احيانا قلع الزوان يبقى صعب، تقوم تعمل ايه؟ تركز تفكير ايجابي. يعني ساعات تيجي ام تقول لي مثلا ابني مش عارف اعمل ايه معاه، بقى يقعد قدام الكمبيوتر بكذا ساعة ومش قابل اقول له لا، ما بيسمعليش كلمة. مشكلة. تعمل ايه؟ اقول لها كملي صلاة، حبي صاحبي وكملي صلاة، ما تقوليلوش لا، ما تشيليش الزوان، مش هينفع دلوقتي، دعوهما ينميان معا، نشوف السبق بين عملك انت الروحي وعمله هو مش عارف ايه اللي مش روحي، نشوف مين فيكم يكسب. انت بتشدي من حتة وهو الشيطان بيشده من حتة، ما خلاص الزوان اتحط، الزوان اتحط، فانت ايه؟ الحقي. عشان كده الصلاة بتبقى سبق. قريت قصة غريبة على النت، معرفش قريتوها مرة ولا لا، في بلد من بلاد امريكا في بيت كده على ليك، على بحيرة صغيرة، لان البحيرة دي فيها اسماك وتماسيح. وبعدين طفلة طلعت تلعب في المية وام في المطبخ بتتفرج عليه، وسمعت صرخة طفلته وفوجئت انه تمساح بيسحب البنت من رجلها، فجريت ومسكت البنت وبقت معركة ولا الافلام. قصة حقيقية على فكرة، هي بتشد بنتها من ايديها والتمساح مسك من رجليها، والست مهما كانت ست يعني مش قوية قوي، انما دي بنتها بقى، وجات لها قوة ولا الشمشون، وفضلت تشد، طبعا رجل البنت اتشوهت انما انقذت بنتها. بحس ساعات امهات كتير بيعملوا كده. الحكيم عينيه في راسه، ما تسيبش الزوان يدخل، لو دخل المعركة أصعب، بس ما تسلمش. صلي 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 صلي، صوم، اعمل اللي في ايدك، دي معركة، دي حياة أو موت. والشيطان لما بيسحب واحد بيبقى مش عاوز يتنازل عنه. تفكرني بمنظر داود وهو بيطلع الخروف من فين؟ من بق الأسد. فاكرين لما راح يحكي لشاول؟ قال له أنا طلعت خروف من بق أسد. طبعا ما كانش بلعه، انما هي ايه؟ كان شده برضه من رجله كده وبيجرجره، جري وراه داود وهتك يا ضرب وطلعه من فم الاسد. احنا ده دور الخادم الحكيم عينيه في راسه. عيالنا اللي بيتسرقوا مننا دول عاوزين مجهود مضاعف، عاوزين ناس مصحصحه، وعاوزين صرخات للسماء، وعاوزين قوه شمشون، لان احنا مع حيوانات مفترسه، الشياطين ما بيرحموش. يقول كلمة جميلة بولس على فكرة، خد، مع ان بولس عمره ما كان فلاح، يعني ربنا يسوع عاش في بيئة ريفية جدا، فكان فاهم طبعا كتير في الزراعة، بولس ابن عز شوي، لكن لانه تلميذ المسيح طبعا شرب منه، فكان يستخدم الفاظ فلاحين كتير. فقال ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينامي. يعني ايه؟ وانت بتشتغل عارف كويس قوي الحل مش عندك، توعظ، تفتقد، تصلي، هي عاوزة لمسة من فوق، هي عاوزة نعمة من فوق. اعمل كل اللي عليك، بس دايما خليك فاكر عينيك على نعمة ربنا. انقذ يا رب، مد ايدك يا رب، غير القلوب، دي نعمة مهما عملت. تبقى عارف ان التغيير ده معجزة بيعملها المسيح مش انت، بس انت عليك تشتغل، اعمل اللي عليك. ربنا يسوع قال ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء، دي غلطه خدام كتير قوي، اللي هو ايه؟
عارفين مرة بيحكوا لي خدام، معلش أنا ساعات كده بحكي كل حاجة، خادم كان ماشي راكب مع أبونا صعيدي جميل، إحنا عندنا خدام في الصعيد كتير حب ولادنا يعني. فقال لي أبونا طيب قوي بس جننا في السكة. قلت له ليه جننكم حبيبي؟ قال لي إحنا، هو بيرحب بينا قوي أبونا، فأبونا هو اللي سايق وإحنا على الطريق الزراعي، أنت عارفين طريق الصعيد الزراعي ده عاوز تركيز، أي حد يتكلم من الكنبة اللي ورا يعمل كده، يا ابونا يا ابونا اعمل معروف. فبقوا يبصوا لبعض ومحدش يتكلم من ورا، مش عارفين يسكتوا يعني. هو من احترامه للبهوات اللي جايين من مصر، اي حد يتكلم من ورا مش مهم السواقه، طب هنخبط. المنظر ده هو بالظبط اللي قصده المسيح لما قال ليس احد يضع يده على المحراث ينظر الى الوراء، هتبوظ الزرع، هتعمل مصيبه. المحراث شغال، محراد شغال يعني عينيك كده، معناها بقى اللي عاوز يشتغل مظبوط مع ربنا عينيه كده ما تزوغش، لانها لو زاغت مش هتكسب، هتخسر. هدفك ما يبعدش عنك، ما وراكش غير تجيب ناس لربنا، اي حاجة تاني ما تشغلكش، فلوس الخدمة مش مهم، ترتيبات مش عارف ايه مش مهم، قبل خلاص النفوس مفيش حاجة، هي دي اللي شغلاك. اي حاجة تاني ممكن تتنازل عنها دي لأ، لان عينيك في رأسك، فانت مركز. الحكيم عيناه في رأسه، الحارث الحرات يعني لا ينظر الى الوراء. طبعا فيها معاني اخرى منها التراجع او التردد، يعني واحد مشي خطوة وبعدين قال برضو الدنيا حلوة، مش هتنفع كده، اللي يشتغل مع ربنا الدنيا ورا ظهره خلاص، مبصش عليه، متفرقش معاه. وبعدين تلاحظوا ان الكتاب وصف ثلاث انواع من الفلاحين، الزارع والحراث اللي بيحرت يعني، والحاصد، والثلاثه لازم يشتغلوا مع بعض، او الثلاثه يفرحوا مع بعض. الثلاثه دول ليهم يد في الموضوع، وعشان كده احنا في الخدمه ما بينفعش تشتغل لوحدك، انت تجيب واحد وبعدين تجيبه الاب اعتراف، واب الاعتراف يدخله اجتماع، والاجتماع يخليه كل ده يشتغل مع بعض. ديناميكيه الخدمه ما تنفعش لوحدك، تقدرش تجيب واحد وخلاص منك ليه، ازاي؟ في ناس تاني لازم تكمل الدور عشان تكمل الدايرة. ملخص الكلام، اذا قلنا ان الزارع هو الخادم المثالي او الخادم زارع مثالي وعينيه في راسه، نتعلم من الفلاح الصبر يا جماعة، الخدمة عاوزة صبر، واللي بيشتغل في حقل النفوس اغلى شغلة في الدنيا، اغلى رسالة في الدنيا، خلاص النفوس لازم تعلم الصبر، طول بالك، تمشي مع اللي جدع من دول يومين ويمشي كويس وبعدين يرد تاني ويخيب، ولا يهمك، شغال وماله، ابنك تفضل تحاول تاني وتالت وعاشر، هي دي شو، دي حاجة بسيطة، ده نفس غالية جدا، طول بالك، الصبر مهم قوي. فمن حاطط اياته جنبكم، الزارع لازم يتعلم المثابرة. المثابرة يعني ايه؟ يعني الإلحاح والزن والافتقاد والمتابعة بينك وبين ربنا، وبينك وبين اللفندي اللي بتشتغل معاه، يتكلم اللفندي عن ربنا، يتكلم ربنا عن اللفندي، دي شغلتك كخادم، يا رب مش راضي يسمع لي، يا جدع اسمع ربنا، فاهمين ازاي؟ انت شغلتك كده، يا رب ماشي خطوة اسنده، يا ابني كمل الخطوة، فاهمين؟ انت شغال كده مرسلجي، بتقول له ربنا الحق فلان، وبتقول له فلان امسك في ربنا. ثالث نقطة حلوة في الزارع الحكمة، الفلاح حكيم على فكرة، الفلاحين حكمة جدا، يفهموا الدنيا والطبيعة والجو وامتى يحط البذرة وامتى يسقي، عندهم حكمة طبيعية جميلة. فانت لو فلاح، لو خادم عينيك في راسك هتبقى حكيم، ايه تقوله وايه ما تقولوش، تغمض عينك دلوقتي عن حاجات وتفتح عينك في حاجات، اقصد هنا تغمض عينك يعني فوت حاجات، تبلع حاجات، تبلع حاجات. تبقى بنت داخله الكنيسه لاول مره وشكلها ملخبط، تطلع تلات اربع ستات من اياهم في الكنيسه، كل واحده ترزعها كلمتين، البنت دي كانت داخله تتوب، مش ممكن هتتوب عمرها، عشان الامهات الحلوين دول يعني بدل ما يصطادوها طفشوها. طب انتوا عارفين الظروف اللي وصلتها لكده؟
تعرفين يمكن في كاهن بيجري وراها بقاله سنة عشان اليوم اللي تدخل فيه الكنيسة، ضيعته تعب الراجل سنة قاعد يحفى وراها عشان بس تدخل تصلي، تصلي بأي لبس بس تدخل. البهوات طفشك بكلمتين حلوين، ده منظر تدخلي بيه الكنيسة؟ هما فاكرين حراس المعبد يعني ايه الشغلانة دي، واحنا عندنا حاجة اسمها كده؟ بدل ما ياخدوها في حضنهم كأمهات ويطبطبوا عليها وشرفت كنيستك وفرحتي ربنا، احنا عينينا مش في راسنا خالص. الحكيم عينيه في راسه، ما يقعدش يدين الناس يخطف من فم الأسد، في نفوس بتتخطف كل يوم. المتابعة مهمة كمان، المتابعة يعني حاجة شبه المثابرة بس بطريقة تانية، انك تفضل تبعت مراسيل زي مثل الكرة لمين، كل شوية يبعت فيها ثمر ولا مفيش. طب نعمل ايه زي في مثل اللوقة ده، انه طب ننقب حولها، طب نضع زبلا، طب هاجي السنة الجاية اسأل، ما بيسلمش لكن بيتابع. آخر كلمة فعلا كلمة قالها يوحنا المعمدان بقى شديدة شوية، قال الآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر. عارفين إيه معنى الكلام؟ إيه الفأس على أصل الشجرة يعني؟ يبدو إنه أنا برضو بخمن إن الفلاح لما كان يقطع الشجرة يا إما يخطط هيقطع فين، يا إما يحط طرف البلطة الأول وبعدين يرفع وينزل، فاهمين إزاي؟ يوحنا المعمدان يقصد إن الحركة دي اتحصلت خلاص، البلطة لمست أصل الشجر، يبقى فاضل دقيقة وإيه؟ وهتتقطع. فهمت هو يقصد إيه؟ الآن وضعت الفأس على أصل الشجر، يعني يا تلحق يا ما تلحقش، عشان يحسسنا بالخطورة. قال مثل الفرق بينهم دقيقة ثانية، يعني السكينة هنا، يا تلحق تنقذ النفس دي ما تلحقش، او مع نفسك الاول. فالموضوع خطر قوي. ليه هما امتى بيقطعوا الشجرة؟ لما يكونوا ادوها فرص كتيرة تثمر ولا تثمر، فربنا مطول باله عشان تطلع ثمر، سنة واتنين وعشرة وخمسين ومية، طب وبعدين مفيش ثمر. الفأس على أصل الشجر، لو ما كنتش تلحق تطلع ثمر خلاص كده، لماذا تبطل الأرض؟ عطل على الأرض. فعينك على النفوس قبل ما تهرب، كل يوم بالنسبة لك خايف، يا أنت تمشي يا فلان يمشي، فعاوز تلحقه، تلحق نفسك وتلحقه. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. كل عينك بقى الحكيم عينه في راسه لما يشوف واحد بدون ثمر، الآن خايف عليه، نفسه يكلمه. ليه؟ لأنه عارف إنه ما يعرفش البلطة نازلة إمتى، الفاس نازلة إمتى، فبصص له خايف عليه لأنه لا يصنع ثمرا، فعارف طبعا النتيجة، مفيش ثمر في حياته، مفلس روحيا واضحة، فبيبقى قلبه بياكله، عاوز يلحق يعمل أي حاجة عشان يلحق النفس دي بأي طريقة. ويقول كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه ينزعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه. دي كانت تمشي مع موضوع امبارح، يعني ايه؟ طب انتوا بتخدموا وناس حلوين بتحبوا ربنا بتقروا الإنجيل كويس، مش كفاية، ينقيه ليأتي بثمر أكثر. الحكيم بتاعنا لا يكتفي بثمر، عاوز ثمر متكاثر متزايد، ما بيقفش عند حد، ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وبعدين الفلاح يعمل حاجة أخيرة، ساعات يلجأ لحاجة اسمها التطعيم، لما يلاقي شجرة تعبانة قوي يطعمها بشجرة قوية. التطعيم ده في الزراعة الظاهر، يجيبوا غصن كده يربطوه فيجرحوا في الشجرة القوية ويعشقوا الغصن اللي هو مدهول كده ويربطوه بطريقة معينة، يقوم يحصل زي ترانسبلانتيشن في الطب كده، زرع حاجة، فالغصن اللي كان دبلان وتعبان لأنه اتزرع في شجرة قوية قوي ابتدى يشم نفسه ويزرع. فساعات نلجأ لكده، نجيب واحد تعبان مخلع كده نلزقه في حد قوي
نزرعه في اجتماع نشيط، نحطه في جو خدمة، نحاوطه بشوية عيال حلوين عاوزين نطعمه عشان يبقى فيه نفس، لأن هو حاولنا معاه كتير لوحده مش ماشي. طب نلجأ للتطعيم، ودي قاعد يشرحها بولس ازاي كنيسة الأمم اتطعمت في كنيسة اليهود، فما يصحش بقى يطلعوا فيها دلوقتي بتوع الأمم ويقولوا احنا أحسن من اليهود. قال له ده أنت كنت غصن مرمي، احنا لما طعمناك بس في الأصل شمت فيك النفس يعني. الحكيم عيناه في رأسه، تعالوا نفتح عينينا ونشوف ان حوالينا ناس كتيرة مستنية كلمة مننا، مستنية صلوة مننا. وخلي عينينا على الثمر، ثمرك انت وثمر النفوس اللي حواليك. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد، أمين.